السلام عليكم. اليوم عندنا المرجل في الرياضيات المستوى الثالث، اليوم عندنا الصفحة 15. عندي مخرج. عندنا السؤال الأول، خامسا، في مسابقة لتربية الكلاب يطلب من الزبائن القيام بعمليات حسابية لمعرفة الكلب الذي سيشاركه. أضع أنجز العمليات وأربط كل كلب بالعملية ديالو. نديرو العمليات، نديرو هاد العمليات اللي عندنا هنا، هما غادي نديرهم 901 ناقص 429. 1 ناقص 9، 1 ناقص 9 لا يمكن، تسولي 11 ناقص 9، 11 ناقص 9 تساوي 2، 0 ناقص 3، 0 ناقص 3 لا يمكن، 10 ناقص 3، 10 ناقص 3 تساوي 7، 9 ناقص 5، 9 ناقص 5 تساوي 4، 400 و 72. العملية الثانية 389 زائد 9 و7، 9 زائد 9، 9 زائد 9 تساوي 18، نكتبو 8 ونحتفظو بالواحد. 9 زائد 7، 9 زائد 7 تساوي 16، نكتبو 6 ونحتفظو بالواحد. 3 زائد 1 تساوي 4. ها هما العمليات، يعني هذا الكلب 468، هذه اللي قرب من هذه، وهذا 901 ناقص 429 كتساوي 472. هذا هما الأعداد اللي خرجوا لنا. هنا عندنا Je vérifie les opérations suivantes et je corrige ce qu'elles sont fausses. غادي نشوفو هاد العمليات الحسابية، غادي نضربو على الخطأ إلا كان كاين. العملية الأولى عندنا 348 زائد 47، هنا فين عندنا الخطأ؟ 8 زائد 7 تساوي 8 زائد 7 تساوي 15. نكتبو الخمسة، تا هنا عندنا خمسة، نكتبو الخمسة ونحتفظو بالواحد. 5 زائد 4 9، دونك هنا اللي عندنا الخطأ لأنه منسوا الاحتفاظ. صافي، العملية تساوي 395. العملية الثانية 400 ناقص 99، نديرو العملية في الوسط. 400 9 ناقص 9 9 وتسعون، 9 ناقص 9، 9 ناقص 9 تساوي 0، 0 ناقص 9، 0 ناقص 9 لا يمكن، 10 ناقص 9، 10 ناقص 9 تساوي 1، 4 ناقص 1، 4 ناقص 1 تساوي 3، 310، يعني العملية خاطئة. العملية اللي عندنا هنا 520 زائد 23 زائد 525 زائد 23 زائد 87. دابا في النظر ديالكم شنو هو اللي خطأ في هذه العملية؟ لأنهم 23 عليه أضافوها هنا. صافي، نعم جيد، لأن 500 المئات، 5 الوحدات، 20 العشرات، 23 العشرون ما كتكونش في المئات، يعني العملية خاطئة. 3 غتكون هنا في الوحدات، وعشرون غتكون في العشرات. 87
باش خرجنا عملية خاطئة. خصنا نديرو المئات تحت المئات والوحدات تحت الوحدات. هادو المئات، هادو الوحدات، وهادو العشرات. خمسة زائد ثلاثة، خمسة زائد ثلاثة تساوي ثمانية، ثمانية زائد سبعة، ثمانية زائد سبعة تساوي خمسة عشر. واحتفظ بالواحد. اثنان زائد اثنان تساوي أربعة. أربعة زائد واحد للاحتفاظ تساوي خمسة. خمسة زائد ثمانية، خمسة زائد ثمانية تساوي ثلاثة عشر. ثلاثة نكتبوا ثلاثة ونحتفظوا بالواحد. خمسة زائد واحد تساوي ستة. العملية عندهم خاطئة، داروا 632 هي 635. علاش؟ لأن العملية لا عليها أن تكون العشرات في المئات والوحدات في العشرات. هنا أنجز العمليتين ثم أكتب كل من المجموع والفرق في المكان المناسب. هنا انا ولدي راه دار التمارين، داكشي علاش انا غادي غير نشرح لكم باش ما يفوتكمش. صفحه 15. هنا 519 زائد 382، 9 زائد 2 تساوي 11، 1 زائد 1 تساوي 2، 2 زائد 8 تساوي 10. نكتبوا الصفر ونحتفظوا بالواحد. 1 زائد 5 دائما نبداو بالاحتفاظ باش ما نساواش يساوي 6. 6 زائد 3 تساوي 9. 901. هنا 973 ناقص 174. نديرو 3 ناقص 4 لا يمكن، ما يمكنش نقصوا عدد صغير من عدد كبير. 13 ناقص 4 تساوي 9. 7 7 ناقص 8 لان العدد ولا هنا 8 ما بقاش 7. 7 ناقص 8 لا يمكن. 17 ناقص 8 تساوي 9. و9 ناقص الواحد ادنى والواحد الاحتفاظ هي الواحد، عفوا الواحد الاحتفاظ هبطناه لان عندنا 74 تساوي 9 ناقص 1 تساوي 8. صافي. هنايا غادي نجسو هاد العمليات باش غنعرفو. 300 و 62 زائد 100 و 9 و 7. 2 زائد 9 11. 1 زائد 6 يساوي 7. 7 زائد 7 يساوي 14. 1 زائد 3 4. 4 زائد 1 5. 501. 362 زائد 179 زائد العملية يعني 500. نعود العملية. 362 زائد 109 زائد 2 يساوي 11. نكتبوا الواحد ونحتفظوا بالواحد. 6 زائد 1 7. 7 زائد 7 عفوا باش نكتب 197 كتبت 179 باش نكتب 197 كتبت 179 داكشي اش خرجت لي العملية خاطئة. 362 زائد 107 و 9. 2 زائد 7 9 9 9. 6 زائد 9 15. نكتبوا الخمسة احتفظوا بالواحد. 1 زائد 3 4 زائد 1 559. العملية الأولى كتساوي عملية ألف كتساوي 995. دابا غندوزو العملية باء. 900
وثلاثة وثلاثون ناقص 386. ثلاثة ناقص ستة لا يمكن. ثلاثة عشر ناقص ستة. ثلاثة عشر ناقص ستة يساوي سبعة. ثلاثة ناقص تسعة لا يمكن. ثلاثة عشر ناقص تسعة تسعة نحسب عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر يعني أربعة ديال الفرق اللي بقالنا. تسعة ناقص أربعة تساوي خمسة. ب كتساوي خمسمية وسبعة وأربعين. دابا خصنا جيم. جيم عندنا 800 ناقص 525. صفر ناقص خمسة لا يمكن. عشرة ناقص خمسة تساوي خمسة. صفر ناقص ثلاثة لا يمكن. عشرة ناقص ثلاثة سبعة. ثمانية ناقص ستة اثنان. 275 كتعطينا جي. غنجيو هنا لهذا المربع وغنكتبو ألف عطانا 559. غنكتبوها هنا. باء غنكتبوها هنا 547. وجيم عطاتنا 275. إلى لاحظتوا يعني الشبكة خرجتنا صحيحة. هنا قالت عائشة لإيجاد العدد الموجود وراء الفراشة يجب إنجاز عملية جمع وعملية طرح. تأكدت من ألوين البطاقة. هنا عندنا الفراشة عندنا 275 تساوي عندنا 500 زائد 372. باش غادي نلقاو العدد اللي تحت الفراشة غادي نديرو هاد العدد زائد هاد العدد 508 زائد 392. العدد غادي يعطينا 900. 900 باش نوجدو العدد اللي تحت الفراشة غادي نديرو 900 ناقص 275 غتعطينا 625. العدد اللي هنا تحت الفراشة هو 625. قال لك وتأكدت من أول بطاقة المناسبة. نعم أم لا؟ غادي نديرو نعم. يعني يمكن أن نجد الرقم اللي تحت الفراشة. هنايا اشترت ربة بيت خضر بثمن 98 درهم. عندها 98 درهم وفواكه بثمن 87 درهم. قالك أعطت للخضار ورقة من فئة 200 درهم كم سيرد لها؟ ممثل ما ستؤديه ربة البيت ثم أحسب. أحسب كم سيرد لها. غادي نديرو أول عملية غادي نديرو العدد اللي شراتو. شرات 98 زائد 87. كعزادر على التصوير لأن نتوما اللي كطلبوا مني. لأن فاش كندير ديك اللعيبة ديال التصوير كيجي التصوير بعيد وما كتشوفوش مزيان. داكشي علاش كنضطر نشد التليفون غير بيدي. 8 زائد 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 8 زائد 7 15. نكتبوا الخمسة نصفوا بالواحد. 9 زائد 1 10 زائد 8 18. 185 هي عطات الخضار 200. غادي نديرو 200 ناقص 185. غادي نديرو العملية الزائد والعملية الناقص. يعني غادي نديرو الفرق وغنديرو الجمع
نديرو الجمع ثم نديرو الفرق باش يعطينا العدد اللي ردوا لها البائع، لان هنا امثل ما ستؤديه ربة البيت ثم احسب. غادي نديرو العملية الاولى 98 زائد 87 وهذاك العدد اللي غيخرج لنا غنقسم منه 100. 0 ناقص 5 لا يمكن، 10 ناقص 5 تساوي 5، 0 ناقص 9 لا يمكن، 10 ناقص 9 تساوي 1، 2 ناقص 2 0. العدد اللي تبقى للزيدة هو 15. الخضار غادي يرد لها 15 درهم. كانت هذه هي العملية، هذه عملية الجمع وهذه عملية الفرق، نكتبهم هنا. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء في الصفحة 16 إن شاء الله.